أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل أم زوجة أبي وأخواتها محرم؟ يقول: هل أم زوجة أبي وأخواتها محرم لي؟ هل يقول أحسن الله إليكم: هل أم زوجة أبي وأخواتها محرم؟ لا, لا ما هم محرم لك, ما هم محرم لك. أم زوجة أبيك محرم لأبيك كما أنت, فليس لك بها علاقة. نعم. ولا خواتها, نعم خواتها ما يحل لأبيك, وهم أختهم ما تحل, وأن تجمع بين الأختين. نعم.